عناوين لأخبار سياسية مختلفة تداولتها الصحف الوطنية نرصدها لكم في معرض الصحافة لنهار اليوم. البداية بجريدة الشعب التي عنونت المجلس الدستوري يرسم عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، لتفصل بأنه سيبدأ مزاولة مهامه فور تأدية اليمين الدستورية، وأضافت بأن الأحزاب والجمعية ترحب بدعوة الحوار. جريدة الإكسبريسيون الصادرة باللغة الفرنسية اهتمت بالخبر ذاته وكتبت: تبون يؤدي اليمين هذا الخميس، وأوردت في التفاصيل بأن المراسم ستعقد في قصر الأمم بحضور عدد كبير من الشخصيات الوطنية والأجنبية. من زاوية أخرى، جاء في منشط جريدة النصر: الرئيس تبون ينصب رسميا هذا الخميس، لتوضح في عنوان فرعي بأن الطبقة السياسية تتفاعل إيجابيا في مبادرة الحوار مع انتظار التفاصيل والآليات. تكريس الالتزامات دون إقصاء أو انتقام هو عنوان اختارته يومية المساء لتركز في فحواها بأن موضوع الحوار الجاد مع الحركة من أولويات الرئيس المنتخب، والذي يعتبر تعزيزا للإرادة الشعبية التي انتفضت من أجل وضع حد للقطيعة مع النظام السابق. جريدة البلاد سلطت الضوء على ملفات دولية ساخنة على طاولة الرئيس تبون، منها ملف ليبيا، فرنسا والساحل وصورة الجزائر في الخارج، لتضيف أن هناك تحديات أمنية كبيرة على الحدود. جريدة غيزون الصادرة باللغة الفرنسية اختارت عنوانها: ما الذي يفكر به اختصاصي تبون، وحملت في التفاصيل بأن الإصلاحات التي يريد الرئيس إجراءها لا تخص مجالا واحدا، بل يريد أن تكون متعددة الأوجه ومحتضنة لجميع المناطق.